السلام عليكم، أسف اللون بوجور تو الموند. اليوم غادي نحضر مع بعض كيندر ديليس كون. aujourd'hui on va préparer le gâteau Kinder délice en forme rond. Suivez la vidéo. هادو على بركة الله. ربع حبة بيض، من بلاصه سال، ونضربوهم بالسكر. سكر 200 غرام، 4 اوف ان باسي دو سال، 200 غرام دو سكر. قلبوا لنا بيض. الان نضيفوا 2 ملاعق كبار من الزيت، 2 كويره صوب دويل. ملعقة صغيرة من لافاني ليكيد أو بودرة، أون بتيت كويار كافي دو فاني ليكيد أو أون بودر. بسم الله، ونضرب. الآن نضيف الدقيق اللي هو 200 غرام، 200 غرام دو فارين كو جو في لا تاميزي. نضيف الخميرة الحلوية اللي درت شيك 14 غرام، يعني ندير ساشي وملعقة صغيرة من الخميرة، 14 غرام من خميرة الحلويات. ونخلط اجي ميلونس. طبعا الكاكاو انا غادي ندير غير ملعقه كبيره، لان الكاكاو تاعي اسود، واذا كان بني تاعكم ديروا 2 ملاعق كبار. نوبلي با لو كاكاو امير، سي لي نوار اون كويير ا سوب سا سوفي، سي لي مارون الوغ 2 كويير ا سوب. فوالا، نجيو للقالب تاعنا. اذا انتم قالب مربع يكون افضل، لان الكيندر يجي مربع او مستطيل. انا عندي القالب تاعي مستطيل ولكن كبير الحجم، ف غادي نستعمل قالب دائري. سي فوز افي ان مول كاري او ريكتانغولير سا سرا ميو، مي 24 ديامتر، باسكو كيندر ديليس يفو اتر ريكتانغولير. مو جي با جي ان مول بلو غران. Donc je vais utiliser ce moule-là, rond, ça sera Kinder Delis rond, en forme de rond. Je l'ai chemisé, je l'ai drainé ou drainé à l'aide d'aqiq, on l'a mis dans le pan à la 170 d'arraja. Et j'ai allumé mon four à 170 degrés. الان ندخل للفرن باش نعرف اللي طاب. ندخل ان كوردون، اذا خرج لي ناشف خلاص طاب. نبي مثلا نفورني. الان غادي نحضر الكريمه اللي غادي نمشي بها الكيك تاعنا، يا كريم كبد باتيسير بدون بيض، لان معتمد عليها تجي خفيفه وجديده، وزدت لها من بعد من كمل طرف تاع الشوكولات ابيض. جو في بريباري مثلا ما كريم باتيسير سون زو بيسكال اي ليجير اي لي ديليسيوز. حطيت السكر، هو 75 غرام سكر، 75 غرام سكر، 2 مليلتر دو لي، نصف لتر حليب. غادي نضيف عليه ملعقة 60 غرام من الدقيق و 20 غرام من الذرة، 60 غرام دو فارين و 20 غرام دو فيكو دو مايز.
ندير بيض في البيض ونحطه فوق النار. Je mets tout froid, puis je vais mélanger, puis je vais mettre ça sur le feu. نشوف السكر تاعي اللي دام حط على النار كما السكر سو ديسو جو مي ميتر سا سو لو فو فوالا لي بيان ميلونجي ماتون جو في لا ميتر سو لو فو جوسكا سكو ايبيسي ما كريم بعد ما طابت الكريمه تاعي غادي نضيف لها ملعقه كبيره من الزبده فوالا اون كويير ا سوب دو بور جو في ميلونجي بي جو في اجوتي ان مورسو دو شوكولا بلون نسيل غرام من الشوكولاتة البيضاء ملعقة كبيرة من الزبدة وندير شوية لافاني 50 غرام شوكولا بلون اون كويير ا سوب دو بير اون بتيت كويير دو كافي دو فاني سينو ان ساشي خليها على جنب ندير الكلاصاج تاعي 200 غرام شوكولا 200 غرام دو شوكولا 80 غرام ويل و 80 غرام لي سي بور لا غاناش سي توجور لا ميم ميثود كو جوتيليز الشربات تاعي بور لو سيرو 100 غرام دو 50 غرام سكر الشربات 100 غرام ماء و 50 غرام سكر خليه حتى يذوب ونحطه على النار من يولي يغلي نحسب له شنو 5 دقائق او 10 دقائق ونطفي عليه نعمل ديك التعيب انا نقلبته راه خفيف طريب غادي نقسمه على اثنين جو فيدو كوبي اون دو او الشربة تاعي قد موجد ندير فيه ملعقة صغيرة من اللافاني باش يدبو لو كو جو في اجوتي اون بتيت كويير فاني نبدا من الجوانب نبي كومونسي لي زالونتور دابا خرج على الجوانب معليش ها المسكي المسكي تفرش دابا اغوزي مون دوزيام ديسك بغيت نعلمكم حاجة لو كاتو كيندير يندار بلا ماسكابون بلا كرام فخيش ولكن في هذا الوضع معاش كاينة لا ماسكابون من انا ساكنة إذن عوضتها بلا كريم باتيسيير بدون بيض pour le gâteau kinder pour la crème on la prépare avec la mascarpone et la crème fraîche mais là où j'habite ça n'existe plus la mascarpone donc j'ai remplacé cette crème par la crème pâtissière sans œufs c'est tout de la sauce est bleue on est dans la première couche je mets des cubes maintenant c'est la deuxième couche je vais mettre mon glaçage juste la première couche puis je vais remettre ça après la première couche on va mettre la deuxième شويه درتها في كيس كيس تاع الكونجيلاسيون باش نديرو هذاك الديسان تاع كيندير نبات طحين
قد ما درت لها جزء نكوش ودرته في الثلاجة باش تحكم لي، والآن ندير الرصف. ها هو الشكل النهائي، أنا حاولت ندير الرسمة ولكن ما خرجت ليش. إن شاء الله أنتم تكونوا تنجحوا في الرشمة تاعها. غادي نخليها الآن في الثلاجة باش تجمد مليح ونقص يعني باش ناكلوها. Voilà mon gâteau est fini. Bon, j'ai essayé de faire un petit dessin de Kinder, mais j'ai pas réussi. J'espère que vous le réussirez. Je vais la mettre au réfrigérateur, puis je vais me couper une part. Ah, هو الشكل النهائي تاعها. المهم المكونات غادي تلقوهم في صندوق الوصف. إذا حبيتوا تعملوا الوصفة الأصلية للكريمة هي بالماسكابون والكريم فريش والسكر غلاس. Si vous voulez préparer l'original de la recette, la crème, c'est à base de la mascarpone, la crème fraîche et sucre glace. En tous les cas, pour les ingrédients, vous allez les retrouver dans la boîte description. Je vais vous